بلاد الشام ينتخب الدكتور محمد توفيق البوطي ليكون رئيسا للاتحاد خلفا لأبيه العلامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي، وتكريما لشهداء الوطن جميعا وخصوصا شهداء المنبر والمحراب. وزارة الأوقاف تعقد لقاء علمائيا في جامع العثمان بدمشق بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد علماء بلاد الشام. لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وفي قلوب أحبائهم باقون. وانطلاقا من دور العلماء في درء الفتنة والمؤامرة، أقامت وزارة الأوقاف اجتماعها الدوري لعلماء وخطباء وأئمة المساجد في جامع العثمان بدمشق تحت عنوان العلامة الإمام الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي وأثره في وحدة الأمة، وذلك تكريما لشهداء الوطن وخصوصا شهداء المنبر والمحراب الذين دافعوا بالكلمة الطيبة والإرشاد الحكيم عن الوطن ووحدته. دعاهم أن يعودوا عن ضلالهم وضلالاتهم، إذن كان يحمل أمانة الكلمة، وهكذا حمل السادة العلماء الذين استشهدوا. كانوا يخطبون الجمعة، كانوا يأمون الناس، كانوا لا يرغبون بخراب سوريا، كانوا لا يريدون إصلاحا مزيفا يتستر بعملية إفساد وبمؤامرة كبيرة تقودها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. المشاركون أكدوا في كلماتهم أن الشهادة هي القيمة الأسمى التي ينالها الإنسان في حياته، مشددين على دور العلماء في إيصال الحقائق واستجلاء الأمور، فهم عين الأمة وأذنها وعقلها المفكر. الذين اغتالوا علماء الحق، علماء الدعوة، علماء سوريا، الذين اغتالوا الشهيد العلامة محمد سعيد رمضان البوطي أرادوا أن يغتالوا الحق، أرادوا أن يغتالوا الدعوة الإسلامية، أرادوا أن يسكتوا صوت الدعوة الذي كان يجمع ولا يفرق. ومسؤولية العلماء اليوم في هذه المرحلة الخطيرة من حياة الأمة مسؤولية كبيرة يجب أن يتحملوها. لقد علم هؤلاء العلماء الشهداء وعلى رأسهم شيخنا الشهيد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي أن المؤامرة على سوريا هي مؤامرة تدمير محور المقاومة والممانعة، ولنرجع إلى التاريخ فنجد أن هناك عدة محطات للقوى المستكبرة في سجالها الحربي مع المقاومة، وفي كل مرة كانوا يفشلون. وبعد الاجتماع انتخب أعضاء اتحاد علماء بلاد الشام الدكتور محمد توفيق البوطي ليكون رئيسا للاتحاد خلفا لأبيه العلامة الشهيد، ثم أزيح الستار عن حجر الأساس لمشروع إكساء مركز الإمام الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي للبحوث والمعارف الإسلامية وحوار الحضارات ليكون منبعا للعلم والمعرفة في العالم أجمع.